من فضلك. نسيت مفاتيحي وشنطتي في شقة الأستاذ عزت. شكرا. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. عايزة اسلم على امينه. انت مش شايفه يا نوره ان الوقت ده متاخر خالص على الزيارات؟ ده انتوا اهلي. وانت في الحاله دي؟ انا محتاجه لاختي. احتاجه لك يا ليلى. كده يا نورة، وعنده حق. الولاد يا نورة، خايف على ولاده مني. حبيبتي، الوقت متأخر، انتي سكرانة. أنا سكرانة. عايزة أمشي يا ليلى. أمشي. نورة. ليلى. الليلة نهاية عذابي قبل كده بسنين كانت البداية.
بداية رحلة العذاب، انتحار. عمري ما كنت أقبل أبدا حاجة مش عايزاها. قلبي وحريتي ومستقبلي دول ملكي لوحدي. يا بابا أنت ليك حياتك وأنا ليا حياتي. كان حد قالك حاجة وأنت بتعذب المسكينة أمي؟ قلتلك أنا حاجة لما شفتك بتبوس عايدة جارتنا. حد قدر يتنفس بحرف وأنت بتيجي وش الفجر سكران؟ ماما يا حبيبتي دموعك بس هي اللي كانت بتعبر عن آلامك حتى لما كان بيضربك. أنت قاسي يا بابا، بتعمل كل اللي أنت عايزه بحجة إنك راجل. أنا كمان هعمل اللي أنا عايزاه، أنا جيل تاني وإرادة تانية، أنا حرة يا بابا. ازيك دلوقتي يا حبيبتي؟ كويسة. تعملي في أمك كده؟ عاوزاني أموت يا نورة؟ أوعدينك مش هتعملي في نفسك كده مرة تانية. أوعدي أمك حبيبتك. أوعدك يا ماما. وعشان خاطري اقبلي، أنا برضو أمك وأعرف أكتر منك. وأبوك عايز يطمن عليكي زي ما اطمن على أختك. أنا مش زي أختي. ما هو ده اللي مجننه، إنك مش زي أختك، واخدة حريتك زيادة عن اللزوم، وهو ده اللي مخوفه. خلاص لما احب واحد هتجوزه على طول. يا بنتي كنا بنعرف الجواز اسمه ونصيب، وكنا بنحط قدام عينينا ان عريسنا هو راجلنا نحبه ونحترمه ونربي اولادنا منه. زماننا غير زمانكو يا ماما، جيلنا غير جيلكو. جيل ايه يا بنتي؟ حرية ايه اللي ادوها للبنات؟ حرية ايه بس؟ ما كنا كويسين، كان فيه ستات ورجالة، والنبي دلوقتي ما بعرفهم من بعض. يا سلام عليك يا ماما وعلى كلامك. يا حبيبتي ايوه كده اضحكي. أنا تعبت خلاص وعايزة استريح عشان خاطر يا نورة، عشان خاطر ماما. عشان خاطرك يا ماما أعمل كل حاجة. ده أنت جميلة، جميلة قوي. عارفة. أنت كمان دمك خفيف خالص. مفيش حد قبل كده قال لي إن دمك خفيف. أنا عايز أعرف أنت إيه؟ مفيش روح؟ مفيش إحساس؟ تلاجة! بداية رحلة الحرية يا حبيبتي يا ماما، الله يرحمك. بعد ما بابا مات عمر ما في راجل هيستعبدني، أنا عايش بإرادتي وحريتي. الحياة ما ادتنيش قبل كده غير العذاب والدموع. أنا حرة هتمتع بحياتي زي ما أنا عايزة، وعمر ما حد أبدا هيمس حرية.
انت ما تعرفش نورا. هايلة 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 جدا. بقول يا حياتي خدي بالك الليلة من حسين بيه قوي. في عملية بخمسين ألف جنيه. ها تعبان يا عادل، نفسي ارتاح، نفسي انام. معلش وادي بوزة كمان. بقول ايه؟ نعم. تلاقيه يكلميه بايديك الحنين دول، يديله كاس ويسكي وبيعزميه كمان على سهرة تانية تكون جميلة. ها مستقبلنا يا حياتي. حاضر. طبعا هربانة من الجو المكتوم اللي جوه. ايوه قلت اشرب سيجارة في الهواء. عندك حق، اما انا بقى فنيل وحشني. جيت ابص عليه بقالي خمس سنين ما شفتوش. حضرتك كنت مسافر بره؟ ايوه كنت بشتغل في الامم المتحدة واتنقلت مصر اخيرا. اسمي منير فتحي. وانا نورة، نورة احمد، موظفة في مصر للطيران. يظهر انك مش متعودة على الجو ده، دخان وخمرة ورقص، حاجة مملة. بالعكس دي حاجة مسلية خالص، ومادام فاضية ليه ما سهرش؟ ايوه بس مش كل ليلة.
وليه مش كل ليلة؟ وش معنى يعني النهارده مروحة بدري؟ لازم بقى جوزك مستنيكي في حتة تانية. أنت مؤلف؟ طبعا لا. بتسألي ليه؟ جوزي إيه؟ أنا مش متجوزة. أنا كنت متجوزة وخلاص حرمت. عمري ما هتجوز تاني. طب اتفضلي. جواز إيه؟ الجواز سجن كبير بندخله برجلينا ومش من السهل الخروج منه. أنا اكتشفت من أصحابي المتجوزين إنهم عايشين في كدبة كبيرة اسمها الهدوء والاستقرار. وعلى إيه؟ أنا مش هتجوز أبداً. هعيش حر. اتفضلي. الورد كتير وكل وردة بتتمتع بلون من الجمال. ليه أفضل طول عمري عبد؟ أسير لست واحدة؟ تقطف الوردة وتشمها وبعدين ترميها وتدوس عليها. مش بالظبط كده. لكن ده بالظبط اللي بتعمله دلوقتي كتير من الستات. الست الأخرى تحب تغير. لكل راجل لون وطعم. عشان كده أنا مش هتجوز. وكتير غيري من الستات برضو مش هيتجوزوا. إيه؟ أنت جريئة جدا. مش أجرأ منك. تخرج ورايا وتركب معايا الأسانسير غصب عني وتركبني عربيتك غصب عني. غصب عنك؟ أنا عملت كده؟ طبعا. أول مرة أشوف واحدة بالنهار أجمل منها بالليل. بلاش مجاملة. أفتكر ده نوع السيجارة اللي تحبيها؟ أنت ما بتنساش حاجة أبدا. اللي يحب الجنس اللطيف لازم يعرف إزاي يوصل لقلبه. إحنا برضو زيكم بنعرف نوصل اللي إحنا عايزينه وعندنا طرق كتير من الصعب تعرفوها. ولو مهما كان أنتوا برضو الجنس ضعيف. وانتم الجنس القوي مش كده؟ احنا يا دكتور عارفين كويس نقطة الضعف اللي فيكم وعارفين انكم مغرورين ومعقدين. عشان كده بنتظاهر اننا وقعنا في حبكم مع اننا احنا اللي بنرمي الشبك واحنا اللي بنصطاد. القوة في ضعفنا ويوم ما بتقعوا بنتظاهر باننا الضحية المسكينة الساذجة الضعيفة وانتم الوحوش المفترسين الاقوياء. بقى احنا معقدين؟ مش انت اللي ابتديت التحدي؟ من غير تحدي. يظهر انك مريتي بظروف قاسية عشان كده بتتكلمي بالطريقه دي. فعلا. لكن انا كنت دايما اقوى من الظروف. بايدي غيرتها وانتصرت عليها. برافو. تعرفي لما الانسان بيحب ما يبقاش فيه كل اللي بتقولي عليه ده. لا تحدي ولا جنس قوي ولا جنس ضعيف ولا شبك ولا صيد، لكن عطاء وتضحيه. اتنين كل واحد منهم بيدوب في التاني لغايه لما يبقوا الاتنين واحد. برضو ده كلام. دي غنوه. تدعيني يمكن غنوة زي ما بتقولي، لكن بقولها بإحساس ومن قلب. نمشي المشوار سوا، تسافري معايا وتوقفي ورايا وتشجعيني. أنا كمان كنت أتمنى أقابلك من زمان، لكن ليه أكون وراك؟ ليه ما نكونش جنب بعض؟ أنا كمان ليا شخصيتي وأمالي، ليه بتفكروا إننا نتبعكم؟ ليه؟ لا يا حبيبتي ما بقولش حاجة من عندي، ده دورك في الحياة. إحنا دورنا نبقى جنبكم، مش وراكم. نورة حبيبتي، الراجل عايز الست اللي تعيش عشانه، تديه الحنان والتضحية، إنسان ألاقيها في أفراحه وآلامه. وأنت الراجل ده يا منير؟ أيوه أنا الراجل ده. لكن انا مش الست دي. انا بستغرب ازاي انت سافرت بره. بره وجوه وفي كل مكان،
اذا كانت ظروف الحياه استدعت ان الست تقف جنب الراجل فده شقاء للاثنين وللاسره. يظهر اننا مختلفين، كان غلط اننا نتقابل. نوره اذا حبيتي حب حقيقي هتحسي بالكلام اللي بقوله. انا مش هحب ابدا، الحب قيد. امال احنا ايه اللي بنعمله ده؟ مش حب ولا تضييع وقت وتسليه؟ معرفش، لكن انا اعرف اننا كل ما بنتقابل بحبك اكتر وبتألم اكتر من افكارك ونظرتك في الحياه. دلوقتي جاي تقول ان كان غلط ان احنا نتقابل، ايه خساره؟ خساره على الوقت اللي قضيته معايا ولا ايه الخساره؟ خساره ان احنا نحب ونفترق. نفترق من غير ندم؟ من غير ندم. اندم على ايه؟ اندم على انك عايز تخليني وراك؟ اندم على انك عايز تعاملني زي ابويا ما كان بيعامل امي؟ مفيش ندم ولا حاجه. انت مش فاهماني. انا عمري ما هكون زي ما انت عايز. نوره نوره نوره. موجودة. أكل الجنان يا مربت هاني. مين يا بدرية؟ نورة هاني. نورة 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 أكلمها. مش وقته. ما صحيح مش وقته. في صحتك. في صحتك يا فندم. قولي لها الهاني مش موجودة. مش موجودة يا فندم. أكلك يجنن يا مربت هاني. نفسيها. أنستنى يا حسين بيه. ازيك يا ابي؟ اهلا وسهلا. اهلا يا دم. ما حدش بيشوفك ليه يا نور؟ ابدا ما شاف. فستانك حلو قوي يا نور. عاجبك؟ جنان، كلك على بعضك عجباني. يا ريت اقدر ابقى زيك. سلوى. نعم يا ابي. اديني كوبايه ميه من فضلك. اجيب لك انا. لا اتفضلي انت. انا عاوزها هي اللي تجيبها. هي من امتى سلوى بتجيب لك ميه؟ معلش. قوم انت يا سلوى هاتي كوباية مية لأخوك.
تشرب سجاره انت جننتي ولا ايه؟ وماله يا ابي لما تشرب سجاره؟ مين قال لك يا نوره هانم ان بناتنا بتشرب سجاير؟ بلاش، كل واحد حر. لا لا لا، مش كل واحد حر كده وخلاص. الحريه تكون في حدود الاخلاق والدين والتقاليد. خدي غبط رجليك يا نوره، جوز اختك قاعد. انا لو اعرف انكم هنا ما كنتش جيت. ما تضايقيش والنبي يا نوره، انت عارفه طبعا ليلى، انا كل ما باجي بخرج وانا مش ناوي ارجع، لكن اللي بيرجعني ان انا بحس ان انا محتاجه لك، محتاجه اشكي لك، احكي لك عن ظروفي. امال هقول لمين يا حبيبتي؟ طيب معلش مش دلوقتي، انا عذراك يا ليلى. اهدي دلوقتي وروحي، انا مستنياك الصبح نقعد مع بعض. احمد هيكون في الشغل والولاد في المدرسه، انا كمان عايزه اقعد معاكي. طيب يا ليلى، حاضر، مع السلامه يا حبيبتي. مع
بنضيع. ننتهي. أرجوكي ما تضيعيش عمرنا. أنا ما استحقش أبدا. أنت تستحق حياتي كلها. ما كنتش عارف. ما كنتش أتصور. يا منير، أنت أول حب في حياتي. بس أول واحد. كنت عايزني أنجي نفسي لواحد ما بحبوش، لمجرد إن في ورقة بينا، لمجرد إنه جوزي. جوازك وسهرك وكلامك الجريء. أنا أول واحد في حياتك. مش معقول. مش معقول. معقول. معقول يا حبيبي. معقول. مش معقول. مش معقول في واحدة بالحلاوة دي. ايه ده؟ كأنك حورية. ايه يا منير؟ جميلة بشكل. كأنك لوحة رسمها فنان عظيم. تعرفي انك من غير ما تكشف تجنني. فيكي براءة بموت فيها. خلاص ما دام عجباك كده من النهارده مفيش مكان. طيب يا حبيبتي، شوفي بقى انا وضبت لك الشاي وعملت لك توست بالجبنه. انت بتدلعني قوي. وبعدين هاخد على كده. وماله؟ ربنا خلق الستات عشان ندلعهم ونحبهم. هي دي السعاده الحقيقيه للراجل. لكن الستات مش عايزين يعترفوا بكده. قصدك تقول ان الست هي اللعبه اللي اتخلقت عشان تسلي الراجل. بقول لك ايه؟ انا مبسوطه ومش عايزه اتناقش معاك عشان ما نتخانقش. عندك حق. نور انا مضطر امشي دلوقتي، عندي اجتماع مهم قوي، والا كنت قعدت معاكي. انا بقى ما عنديش اجتماعات، هفضل هنا. يعني هتعملي زي ما كل ست بتستنى الراجل بتاعها؟ ممكن تخرج بره بقى. حريم وهتفضلوا طول عمركم حريم. اخرج بره. منير تعال. في حاجه؟ كلمة واحدة واركع. طب ما تقوليها. ما ينفعش كده. تعال. يا جلد. ايه بقى يا ست اللي عايزة تقولهولي؟ اللي عايزة اقولهولك. الو نورا، مش معقول. اخس عليك يا وحشة، تلات ايام ما اسمعش صوتك. هو اللي بيحب بينسى اصحابه؟ ما تتصوريش مالي عليا حياتي ازاي. بحس وانا قاعده معاه اني بشربه نقطه نقطه. افكاره، عواطفه، شخصيته، عقله، حتى عصبيته اللي ابتدت تبان برضه دمها خفيف. تصوري وانا قاعده في البيت لوحدي بركب له زراير قمصان وبطبخ له. معقول بقى انتي نوره هتعملي له كوسه بالبشاميل؟ طب هاتي ورقة وقلم لما أمليكي يا أبلة نظيرة. نورة أنا عايز أقولك حاجة بس ما تزعليش. مفيش حاجة هتزعلني إلا إذا ما جتش على الغدا. ما هو غصب عني. على العموم اللي يعجبك. مع السلامة. نورة نورة. بتضحك؟ مش اتغديت؟ ايه اللي جابك؟ انا ما رضاش ابدا انك تزعلي. انا ما اتغديتش لاني هتغدى مع اجمل واحده في الدنيا، مع نوره، حياتي، قلبي، روحي. انا بقى مش هتغدى معاك. ما تقدريش. لا اقدر. لا ما تقدريش. لا اقدر. لا هتغدي معاك. اوعى تكلمني. ما بحبكش. اوعى يا منير ما بحبكش. ما بحبكش يا اخي.
من فضل. ايوه نورة موجودة. انا اختها ليلى. اهلا وسهلا. هو حضرتك اللي بتسألي عنها في التليفون؟ ايوه انا. صدقيني نورة شغلتني عليها قوي. لا لاقيها في بيتها ولا هنا ولا في اي حتة. راحت فين؟ معرفش. وحياتك تقولي لي اختي فين؟ عاوزة الجد؟ طبعا. نورة اتخطبت. حبيبتي وما تقوليش. والله ما اعرفش. وراحت فين لما اتخطبت؟ مع خطيبها. مع خطيبها؟ في بيته. يا خبر، وده معقول؟ لازم يتجوزوا بقى. لازم يتجوزوا بقى. وبيت جوزها فين؟ صدقيني انا ما اعرفش غير اسمه. بيته لا، اسمه منير فتحي. الدكتور منير فتحي. دكتور؟ دكتور. هو اسمه الدكتور منير فتحي. محمد. محمد منير. منير 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 فتحي. 25 شارع محمد عبد الخالق، مصر الجديدة. انت مستني حد؟ لا ابدا، حد زي مين؟ طب ما تقوم تفتح. ايوه حضرتك الدكتور منير فتحي؟ ايوه انا الدكتور منير فتحي. مش تقولي تفضلي. انا ليلى اخت نورة. اخت نورة؟ اتفضلي 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 يا فندم. اتفضلي. مبروك. ولو اني زعلانه منكم. الله يبارك فيكي. مبروك على ايه؟ كده تعملوها من غير ما اعرف. فين نورة يا حبيبتي؟ ازاي تعمل كده من غير ما تقولي؟ ده انا اختها يا دكتور. طيب اتفضلي حضرتك، هندهلك نور حالا. اتفضلي. مين؟ مين يا منير؟ تفتكري مين؟ ليلى اختك. ليلى اختي هنا؟ ايه اللي جابها؟ عرفت منين ان انا هنا؟ صوري جايه تقول لنا مبروك. مبروك؟ مبروك على ايه؟ معرفش، اتفضلي ساليه. مبروك مبروك يا حبيبتي. ولو اني زعلانه منك قوي. على العموم المهم الدكتور منير يكون كويس. انا مش مهمه تكوني مستريحه ومبسوطه وربنا يهدي سرك. ايه يا ليلى؟ مستريحه ومبسوطه وربنا يهدي سري؟ ايه الحكايه؟ امال عايزاني اقول لك ايه؟ على ايه؟ على جواز. جوازي؟ هي دي حاجه تستخبى. صاحبتك سوزي قالت لي. قالت لك اني جوز الدكتور منير. قولي لي هو دكتور في ايه؟ ليلى. ايوه يا حبيبتي. مالك ليلى؟ انت عارفه ان انا صريحه وما بخبيش عنك حاجه. احنا اخوات يا نور. وانا ما بخافش من حاجه عملتها. عارفه وانا حره في كل تصرفاتي. هو حد قال غير كده؟ انا مش متجوزه منير. مش فاهم. انا ما اتجوزتش منير. يعني لسه مخطوبين؟ ولا مخطوبين. ولا حتى مخطوبين؟ امال معنيته ايه وجودك هنا وفي اوضه نومه؟ بنحب بعض. ده كفايه؟ عندي انا كفايه. الله يسامحك ليلى، انا مش ناقصه.
أقول لك إيه؟ تعالي معايا وكفاية اللي حصل. إذا كان الدكتور غواكي وضحك عليكي باسم الحب، لو كنت في مشكلة ولا هو مهددك بحاجة، أنا أختك هقف جنبك. مش أنا بس، كل الناس الشرفة هتقف جنبك، والقانون والدنيا كلها. أنت بتقولي إيه؟ أنا جيت هنا برجليا بإرادتي، منير ما قاليش تعالي، أنا اديته نفسي لأني بحبه. الحب هو القانون، هو الجواز، هو كل حاجة. والدين هو الحب يمنع انكم تقفوا قدام المأذون، ترتبطوا قدام ربنا والناس والمجتمع، وكلنا نبقى معاكم. هودي وشي فين دلوقتي؟ اختي انا عايشه كده كده. نوره نوره تعالي معايا، ده احمد جوزي لو عارف الناس تقول علينا ايه. ماما لو كانت عايشه كده عملت ايه؟ وبابا المهم عندكم الناس، المهم عندك ان جوزك يعرف. بابا وماما ما كانوا متجوزين، وانت عارفه كويس بابا كان بيعمل ايه. وانت ايه حياتك؟ لا ليكي راي ولا امل ولا اراده. ليلى انت ليكي حياتك، وانا ليا حياتي، عايشه زي ما انا عايزه. هقول لك ايه، انت اختي، ما اقدرش اقول لك انت، انت اختي الصغيره بنتي. ما تعرفيش دلوقتي انا قلبي بيتقطع ازاي، نفسي اتكسرت. كنت بتمنى لك غير كده خالص خالص. حبيبتي تعالي معايا يا دكتور منير، انا مش ممكن اعرف ان اختي تعيش معاك كده. نوره تعالي معايا. سيبيني يا ليلى. ارجوكي تعالي معايا. سيبيني يا ليلى. ارجوكي ارجوكي تعالي معايا. هسيبك يا نورة، بس أنا برضو أختك، هفضل عاتلة همك وبتعذب علشانك لحد ما تيجي تقولي إنك فوقتي لنفسك. ربنا معاكي. عندها حق، كلامها أثر فيها. طب ما الحكاية بسيطة، علشان ترضيها وتحل المشكلة روح هات المأذون ونتجوز. نتجوز بس عشان نرضي أختك؟ لا، والناس والمجتمع. مش هي دي سنة الحياة؟ جواز وأولاد وخيانة، الراجل يبقى سيد والست تبقى عبدة، هي تطبخ وتمسح وتخلط وتربي الأولاد، وهو هو يسهر ويخرج ويضرب ويشتم. مش هي كده؟ انت ليه متصوره الجواز بالشكل ده؟ لما تعرض عليا الجواز يا منير هقولك رأي تاني، بس انت مش هتعمل كده. تعرف ليه؟ لانك مهما سافرت ولا رحت ولا جيت، زي ما انت قلت، عايز الست باستمرار تبقى وراك، عمرها ما تبقى جنبك. نوره انت عارفه انا بحبك قد ايه؟ انا عمري ما ارتبطت بواحده زي ما ارتبطت بيكي، لكن بصراحة أنا لا بستريح لأفكارك ولا حريتك. وأنا مش هغير أفكاري، وهعيش طول عمري حرة، واليوم اللي هتخوني فيه هخونك. عمري ما هبقى زي أختي ولا أمي ولا زي حد أبدا. تبقي ما بتحبنيش. أنا دلوقتي مش بحبك ومتضايقة ومش عايزة أشوفك، عشان كده هاخد شنطتي وأمشي. نورة إيه اللي بتقوليه ده؟ إيه بإيدي؟ أنا بكرهك.
نورا نورا نورا. منير سيبني. أرجوك يا نورا، مش من السهل إن احنا نفترق. منير الليلة دي حصلت حاجات كتير قوي، أنا ما أقدرش أكذب على نفسي ولا عليك. أنت كان عندك حق لما قلت إن كلام ليلى أثر في نفسك. أنا كمان كلامها أثر في نفسي. أنت ما تعرفش ليلى بالنسبة لي إيه يا منير. نورا. أوعى يا منير. يا حبيبتي يا نورا. سمعتي كلامي ومشيتي. رجعتي لأختك يا حبيبتي. ليلى أنت جوايا. أنت في دمي. أنت أختي. أنت أعز مخلوقة عندي. تعالي. تعالي يا حبيبتي نقعد مع بعض. أحمد في الشغل. اتنين أخوات مش قادرين يقعدوا يتكلموا مع بعض. بتحبي يا نورا؟ تقومي تتصرفي معاه كده يا حبيبتي. طيب بلاش نتكلم في الموضوع. نتكلم. انا جيت لك بس عشان ما اقدرش على زعلك مني. كويس انك جيت يا نورا. انا ما كنتش هقدر انام ليلتي. ليلى. ليلى انت ما تعرفيش الدنيا زي. انت مقفول عليك الباب. ليه يا نورا؟ ما انا اتربيت معاكي في بيت واحد ودخلت الجامعه زيك. الدنيا اتغيرت يا ليلى. انت ما تعرفيش ايه اللي بيحصل دلوقتي في الشارع ولا في النادي ولا في الكباريهات ولا في الجامعات. عارفه يا نورا، صدقيني عارفه كل حاجه، بس مجرد معرفه. لكن حياتي لها معنى تاني. انا اخترت. انا كمان اخترت. انت ما انتش قادره تختاري. انت في دوامه. مش ممكن ابدا. انا عارفه اللي جواكي كويس. مهما روحتي ولا جيتي لازم هترجعي لاهلك وتقاليدك ودينك. بس لحد ما ترجعي انا مش عايزاكي تدمري نفسك. نورا، كلمه هقولها لك اسمعيها مني. اعملي بيها او رميها البحر. نهاية أي حب لازم جواز، مش عشق وذنوب. أنا ما اتفقتش معاه على كده. اتفق. خايف مني. عنده حق. أنت تخوفي. كتر خيرك يا ليلى. أنا ماشية. نورا، من غير زعل، خليكي قاعدة في بيتك لحد ما يجي لحد عندك يطلبك إذا كان بيحبك. Thank you.
انا حقيقي محتاجك، ما اقدرش اعيش من غيرك. مالك يا نورة؟ في ايه يا حبيبتي؟ في ايه يا نورة؟ مالك؟ مالك يا حبيبتي؟ ايه؟ في ايه؟ وحشتينا قوي يا نورة. ما تتكلمش، ارقص وانت ساكت. الاصدقاء كلهم كانوا بيتكلموا عليك. لا انا هرقص مع منى ومرقص معايا. انا مش عايز ارقص معاك. ليه؟ من غير ليه؟ انا بحبك. وانا كمان بحبك. مش شايفه ان احنا نمشي نروح بيتنا بقى؟ لا مش عايز اروح هناك. طيب انا بقى هروح. لو لا خليك شويه كمان. انا بحبك. وانا كمان بحبك. لكن مش مستعد استنى لغايه لما توعي من طولك من الشرب. انا؟ ايوه انت. طب لو عايزنا نمشي شلني. انا هشيلك؟ ايوه يا اخي شلني، شلني بقى، شلني يا منى. معندكش قلب، ما بتحبنيش، ازاي تعمل فيا كده؟ نورة حبيبتي، فين حبنا؟ فين سهرنا؟ فين ليالينا؟ كل ده هتضيعيه. أنا؟ أيوة أنت. ليلى بتقول إنك أنت اللي هتضيعه. ليلى؟ دي لسه سكرانة. إذا كان السكر بيخليني أقول الحقيقة يبقى أنا سكرانة. أنا اديت لك كل حاجة، حبيتك، قعدت في بيتك، عملت لك أكلك، كويت لك هدومك، رفت لك شرباتك، اديت لك كل الحب والحنان. وأنا كمان اديت لك كل الحب والحنان، اديت لك كل وقتي، اديت لك كل حبي. ليلى جت. أنت عايزة إيه؟ عايزة نتجوز؟ أنا ما اتجوزكش، ما اتجوزش سجان أناني، ما اتجوزكش. أنا أناني؟ أيوه أناني. أنت رايحة فين؟ ماشي. والمرة دي مش هرجع تاني، وانت ما تجيش بيتي، مش عايز اشوفك، مش عايز اشوفك. يا استاذ. موجود. الحجز موجود. كله ماشي. حقك تديني ماهيتك، ما اشتغل بدالك. مدام بتحبيه بطلي تبوظي وروحي له. انت عامله مشكله من غير مشكله. انت مش بتحبيه؟ خلاص احمدي ربنا يا نور. انت عاجبك حياتنا انا وسوزي. الله مالها حياتي. اسكت انت. يا ريت عادل يحبني. عادل كل اللي يهمه يقدمني لاصحابه عشان يمشي شغله. منير بيحبك يا نور، ما تضيعيش الحب ده. الحب بيجي مره واحده في حياه الانسان. روحي له، خليه يثق فيكي. تاكدي منير كويس هيتجوزك. مش عايزه اتجوز واحد عايز يلغي ارادتي وحريتي، واحد بيعتبرنا حريم. كل المشكله انك بتاعت مظاهر وعند. انا يا عبيطه، من بدري روحي له قولي له حبيبي
انا مش هسيبك طول عمري. حبيبتي نورة، كنت وما أزال أتمسك بالأمل في أنك المرأة التي تصلح رفيقة العمر وأما لأولادي، وحبك سيجعلني أفقد كل شيء، سيدمر حياتي ومستقبلي. أتمنى لك حياة موفقة مع إنسان أكثر مني عمقا وتحررا وبعد نظر. الدكتور منير لسه ما جاش، معرفش هيجي أمتى، كل معلوماتي إنه مسافر. متشكرة. مش يمكن عنده شغل في اي بلد بره؟ كلها كام يوم ويرجع. يمكن، بس ده بقى له شهر. المشروع ده مخططين له كويس قوي ومتوقعين له النجاح 100%. عظيم. اهلا مدام نوره، عندي خبر حلو ليك. ايه؟ الدكتور منير جام السفر. هو في مكتبه؟ ايوه. منير يا حبيبي. نوره وحشتني. الحمد لله على السلامه. اهلا نوره، اتفضلي اتفضلي سريحي. مش عايز تبوسني؟ لا ابدا بالعكس. ما وحشتكش. بالعكس، اتفضلي سيجاره. مكسوف عشان في مكتبك؟ ابدا ابدا، مفيش حاجه. انت مضايق اني جيت لك؟ اتفضلي سيجاره. معقوله بسرعه كده لحقت تتجوز؟ نورا انا ليه عملت كده؟ ليه عملت كده؟ نورا ارجوكي وطي صوتك. أنا شرحت لك كل حاجة في الجواب اللي سبته لك. وأنا؟ أنا يا منير؟ أنا خفت منك، خفت من طريقة تفكيرك. في الأول كنت فاكرك بتقولي أفكارك دي لمجرد المناقشة، لكن اكتشفت إنك مقتنع بيها فعلا. أنت بتتكلم عن إيه يا منير؟ ده أنت لو سبتني هضيع. بتصدقني ليه؟ أنا كدابة كدابة. الحياة يا ناني زي ما بتدي بتاخد، ومؤكد بعد شوية من علاقتنا كانت هتاخد منك كل عواطفنا. الحب اللي بينا كان هيقل، واملي كنت مليني، كنت عايش مرعوب لتخونيني. اسكت اسكت، كل ده رغي ملوش معنى. يا ناني انا ابعد ايدك عني، ما تقوليش ناني تاني. افهميني بس، انا نورا مش محتاج في مراتي انها تحبني الحب ده كله، ولا اني اكون بحبها زي ما بحبك، لكن مهم جدا انها تكون مقتنعه انها تدي كل عمرها لبيتها. صدقيني يا نورا، انا عمري ما حبيت ولا هحب حد زيك. انت عمرك ما هتشوف وشي تاني. انت ليه بتقولي كده بس؟ انت حبيبتي وهتفضلي حبيبتي طول العمر. انت اناني، انا هعرف ازاي الحب. عايز مني ايه تاني؟ نورا عامل زي كده. نورا منير يا حبيبي. مالك يا منير؟ لا ابدا، بس تعبان شويه من الشغل. من فضلك استاذ عزة، لو سمحت تتفضل عندي. هي مالها؟ لا ابدا، اصل وقت شغلها خلص. طب ممكن اقف على تذكره الاقصر يوم السبت الجاي؟ تحت امرك. لازم حضرتك رايح تكتب قصه جديده. ده اللي انا بتمناه، الاقصر احسن مكان للتاليف. تفضل. متشكر. ماشي، وانا مستنيه القصه الجديده باذن الله. تشاو. ناني مش عايز اسمع كلمه دي تاني. انا اسمي نورا. نورا حبيبتي، بقول لك ايه، عندي فكره تجنن. ايه؟ رحله نسيان. نسيان؟ مش فاهم. نروح اي حته، نقعد كام يوم على حسابك، نغير جو ونرجع، على الأقل نستفيد من تذاكر الطيارة اللي بتديها لنا الشركة، ونصرف الفلوس اللي سابها لك أبوكي. اسمعي كلامي وقولي
لا. بقول لك لا مش عايزه. اي خدمه يا فندم؟ انا مش قلت لك مش هقابل حد النهارده؟ بس الاستاذ اسماعيل مش حد والموضوع مهم جدا. انا قلت مش هقابل حد يعني مش هقابل حد. انا مش هشتغل النهارده. اتفضلي. اشرب الشاي وانزل على القول. ايه؟ ده انا عامله لك فطير من الخبيث الجديد يرد الروح. فقير ايه يا اماي؟ فقير ايه؟ ما تسمع كلام امك يا سلمان. يا باي مشغول، انا جاي في مأموريه هناك. والنبي ده انت خاسس من يوم ما سافرت مصر دي يا اخوي. بقى اديكي قلتيه، كويس كده؟ ما تشوف له شغلانه هنا في القصار يا ابو سلمان. ايوه النبي، خليك قاعد جنبنا عمار. قاعد جنبكم؟ اهو ده اللي كان ناقصني. سلام عليكم يا بوي، سلام عليك يا اماي. اهلا. تابع منسي كده؟ يا ريت والله. طب ادينا فرصه نلبس بس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه اللي مضحكك قوي كده؟ اصل بدل ما يقول لي تشاو بيقول لي سلام عليكم. لذيذ قوي الواد ده. اسمعي يا سوزي، ها بلاش هزار في الحب، ده صعيدي ويمكن يحبك، والحب عند صعيدة حب رجالة بجد، حب حقيقي صعب. ما هو عشان كده عاجبني، عمري ما قابلت النوع ده. والنبي انت ما هتجيبيها البر، الحب مش لعبة يا سوزي. احكي لي بقى ايه نار يا بوي نار. انت ايه؟ ايه مخلوقة من الجمر؟ جمر؟ يعني ايه جمر؟ يعني حريقة مشعلة. احكي لي بس ايه ده؟ دي عباصة بتاع الفراعنة، تعال اقول لك لبزة عن تاريخه بتاع الزواج اللي الله. هي نورة راحت فين يا سولي؟ ما خبرش. هلو هلو. From which country are you? From Canada. And have you been here since a long time? Yeah. Are you Canadian too? No, I'm not Canadian. Sorry, excuse me. كان بيقول لك ايه؟ قال لي انت من كندا؟ قلت له ايه؟ قلت له لا. قال لك ايه؟ وقال لي ما عندناش ستات حلوين زيك في كندا. كان بيخاصمك؟ لا. Can you speak Luxor? What? احنا ضربت البركة يا مين؟ What you mean? Thank you.
تعرفش على الجو ده؟ ما تجبر انا كزدوره احسن ولا ترمس ولا حاجه؟ يا اخي تعالى، في راجل مودرن ما يعرفش يرقص. امال تشتغل في شركه سياحه ازاي؟ تعال. انا مش طايقه الجو ده، انا هخرج في الهوا شويه. طب ما تاخديني معاك. لا خليك انت. اهلا يا دكتور. اهلا يا فندم. امال المدام ما جتش معاك ليه؟ اصل المدام ما بتحبش تصحى. بتدور على نورة؟ سافرت علشان تنسى وانت جاي علشان تفتكر. اتفضل. الظاهر ان حضرتك وقعتي في غرام الميه. الاستاذ عزت صبري مش كده؟ هو بالظبط. تعرفيه؟ طبعا. حضرتك سايبه المزيكا والراس والضحك وجايه تقعدي هنا؟ غريبه ليه؟ يمكن لنفس السبب اللي جابك هنا. انا مش مهم، لكن واحده بجمالك وشبابك ازاي سيبوها لوحدها؟ هما ما سابوهاش، هي اللي عايزه تهرب. تهرب من مين؟ امانة ليه الادب قوي. طبعا انت دلوقتي عايزه تقولي لي وانت مالك؟ لا ازاي، العفو. الحقيقه انا مش هربانه من حد، مفيش حد ممكن يضطرني اني اهرب منه. اسهل لي اني اقول له في وشه اني رافضاه، لكن المشكله لما الواحد يرفض نفسه دي بقى اللي مهما هرب منها دايما هتفضل معاه. يبقى الحل انك بدل ما ترفضيها توجهيها، يعني تديها تعليمات تتصرف ازاي وتعمل ايه. لا حضرتك مش اديب وبس، انت دكتور نفساني كمان. ابدا، بس كل ما في الموضوع اني مريت كتير مع نفسي بمشاكل زي دي. وعملت كده؟ هو واكتر من كده. ساعات كنت بيأس وافكر اني انتحر. وبعدين كنت بقول لنفسي افرض انك انتحرت واتولدت من جديد، طب هتعمل ايه؟ خلاص اعتبر نفسي اتولدت من جديد من غير مشاكل وانسى خالص مشكلتي دي كانها ما حصلتش. معقوله دي؟ طبعا معقوله. هي مشاكلنا عباره عن ايه اذا كانت مشكله فقر؟ اللي بتولد من جديد بتولد من غير فلوس خالص، واذا كانت مشكله عاطفيه فالمولود الجديد لسه ما عندوش عواطف، يعني هيحب من جديد، وده كله بيديني امل اني لسه احب واقتني وهنجح. تعرف ان فلسفتك دي ممكن تملى الانسان بالامل؟ احنا كلنا عايشين بالامل. اه يا انا بقى ده معقول نبقى نايمين الساعه 2 وتصحيني الساعه 5 عشان نتفرج على الشمس وهي طالعه؟ ايه ما تستاهلش يا هانم. الشمس كانوا بيعبدوها ايام زمان، خوفو كان اسمه ابن الشمس. اخناتون غير ديانة البلد كلها عشان خاطر الشمس، واحنا كل يوم ننام ونسيبها تطلع لوحدها بشرفك. ده مش حرام؟ حرام. معقول تجيبنا اسوان؟ مش كنت تقولي اسوان؟ اوه هو في الدنيا اجمل من اسوان؟ قولي استاهل ايه على كده؟
نطلب مصر نسأل عليها بيتها؟ مش معقول إلا إذا كانت اتجننت ورجعت لوحدها. جايز بقى. ألو؟ أوعى يا أستاذ. نورة؟ أوعى يا سير. ألو؟ سوزي؟ بكلمك من أسوان. لقينا نفسنا هنا. والله أنت مجنونة. لا مش أنا اللي مجنونة. ده واحد هنا هو اللي مجنون وهيجنني معاه. وانا يعني اتفلق؟ لازم تبقي تحكي لي بالتفصيل على كل اللي هيحصل. قبول. أه؟ عرفتي بقى ان انت اللي مجنونه؟ طب بابا يا نوره. بوشان. الحمد لله. اديني ارتحت. نوره تعبت اعصابي خالص. يلا نخرج نتفسح. لا ماليش مزاج، عايزه انام. وصلني اوضتي. اوضتك؟ بس ما تدخلش. هو ده معقول؟ تدخل اوضتي وانا لوحدي ونورا في الاسوان؟ انا عارفه يا اختي. شوية صغيرة بس. اه طبعا، امال كتيرة؟ وانا لوحدي ونورة في الاسوان؟ انا عارفة يا اختي. طب اديني سيجارة. اتعلقت سيجارة. ولعلي. كمان. قشطة. ايه جاي ورايا ليه؟ ايه ابدا، تصور انا ولعت لك سيجارتك ونسيت اولع لنفسي. اصلاني مولع لوحدي. ومالك عرقان كده؟ هي الدنيا حر. بالعكس انا بردانه. امال انا حران ليه يا جدعان؟ وتاخد كولونيا؟ هتبوظ يا اخلاقي. فجعه وانا تصبح على خير. تعرف لو صحيتني الصبح عشان تشوف الشمس؟ لا خلاص، عرفت انك ما بتحبيهاش. انا ما بحبهاش؟ طبعا، لانه الشمس والقمر مش ممكن يتجمعوا. انت بياع كلام، بياع كتب، قصص. وانت احلى قصة قابلتها. تصبح على خير. وانت من اهله. انا هشتري لك فستان، يعني هشتري لك فستان. انا اللي جبتك اسوان من غير هدوم ولا حاجه. الله، انا هاخد دي. ايه رايك؟ يجنن. امسكي.
انت هتعمل ايه؟ طيب طيب امسكي امسكي وراي لا تقعي اتعلق في رقبتي طيب استنى يا خبر لا خلاص يا خبر استنى هشيلك انا هنقع يا ما انا اصل لازم اوصل الورد ده لعبر اغا خان هات هات عندك اجمل واحده في الدنيا وديني انت اجمل مليون مره من كليوباترا اللي عمالين يقولوا فيها الشعر دلوقتي دي صحيح يا سولي سولي عليا النعمه امي لما تعرف ان اسمي سولي هتوجع من طولها بقول لك ايه ما تيجي اعرفك على ابوي وامي علشان قصدي يعني اصلا ناويه اتجوزك ايه تتجوزني انا يلا بقى انت عارف انا مين وحياتي ايه عارف عارف انك اجمل من كليوباترا وانك بتحبيني بس ده مش كفايه انت هتبقي بتاعتي وخلاص هحافظ عليك اكتر من عيوني جهره وحقفل عليها صندوق لا حد يشوفها ولا حد يمسها وايه ده كله عشان بحبك يا سوزي بعشقك الدمع هتفر من عيني اسمعي ما تيجي تجربي الاكل الصعيدي دوق العيش الشمسي وبرامي الويكا من ايدين الماي يا ماي بحبك يا بنت الفطور اهلا يا مرحبا يا مرحبا اتفضل يا بنايتي اتفضلي اتفضلي مرحبا متشكره يا عم ضربت منظرك اهلا ميرسي يا سولي سولي بتقول لي سولي يا ماي حضرتك بقى من بلادنا دي لا يا ابويا دي من مصر ايوه ما انا فاهم قصدي يعني من مصر ذاتها ولا من بلاد براه؟ لا لما تخش مصر على طول اصلها قمر شكله زي نسوين السواح انا من بلاد برا لكن عايشه في مصر من زمان لما بقيت بنت بلد يا عمي اما قلت عمي دي من بوقك حلوه قوي عجبتك بلاد دي عجبتني ناسها يا طنط يقطع على حلاوه كلامك أنا بجيت سولي وامي بقت طالي والله عشت وشفت بنيات بلاد برا بيقولوا لي طنطي انا فيسي وماله يا اخوي ما زي بنيت هو انا حلوه زي بنتك كده ايه انت احلى كتير يا ابني يا ريتني بيضه وعليا حلوه زيك دي انت عايزاهم يبقوا زي بنت اختك فاطمه ما بلاش السله المطينه الطين دي يا ابوي يو واحنا قلنا حاجه اصل فاطمه كانت مخطوبه لسليمان يا بنيت وبعدين ابوها شاف بتكلم واد غريب وعشان كده ما اتجوزتهاش احسن لا مش عشان كده عشان ابوها قتلها قتلها نزل على رقبتها بصوابعه خنقها خنق وماتت امال طلع روحها وصن شرف وشرف سليمان نورة جد تعرفي انك وحشتيني مع اني ما غبتش غير 24 ساعه بس انت ما وحشتينيش ريحتيني منك اهلا استاذ عز اهلا بيك احنا ظرفنا البركه الله يبارك فيك يلا بينا اتفضل يا مرحبا اهلا وسهلا اهلا وسهلا مرحبا
اهلا. عايزه استناني يا سويدي، ويمكن ده اللي بيخليه يتصرف تصرفات مش طبيعيه. ايه يعني مجنون؟ جنون الفنان هو اللي بيحرك حياته وبيجددها باستمرار، وهو ده اللي عمله فيا عادي، خلاني عايشه في دوامه مستمره ما بلحقش افوق منها. برافو يا عزه. مرحبا. اهلا. اهلا مرحب. اهلا مرحب. طيب سولي، انا ما نفعلوش، دول ناس غيري خالص. انت كان معاكي حق، انا لازم ابعد عنه. سولي صحيح دمه خفيف ولطيف وراجل، بس لازم ابعد عنه. منير يا حبيبي، انت جيت؟ ايوه جيت يا سميرة. طب قوم بقى غير هدومك علشان انا عاملة لك اكل يجنن. تعرف ايه؟ لا مش عارف ايه. كوسة بالبشاميل. اشمعنى يعني كوسة بالبشاميل؟ انت زعلان ليه يا حبيبي؟ الله، ما بحبش الكوسة بالبشاميل. هايلة تجنن والله، تستاهلي عليها بوسه. بس بوسه بالبشاميل. لا تعالي هنا. هو كل واحد رايحه فين؟ ايه يا منير؟ قلت لك حبوسه. لا طب تعالي بس بوسه بالبشاميل.
ميرفت. ايه؟ ايه اللي جاي؟ ابعد عني، انت كمان ابعد عني. ميرفت كفايه كفايه. تعالي قومي قومي تعالي معايا. قومي قومي تعالي. اهلا اهلا سبيبي. اهلا يا هاني. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. شرفتونا. كيس ويسكي ليه؟ كيس ويسكي؟ اي حد خذوا راحتكم. انتوا في بيتكم بالظبط ها؟ يعني في بيتكم بالظبط ها؟ بس يا حبيبتي عشان خاطري بس يا مرفت بس. ايه اللي انت عملتيه ده؟ انت مجنونه؟ انت بترقصي لهم عشان تبسطيهم ولا عشان تنكدي عليهم؟ عايزه تبوظي لي حفله مكلفها 1000 جنيه وتضيع مني اكبر صفقه هعملها في حياتي؟ انت كل حاجه عندك تبص لها بالفلوس. الحياه عندك صفقه ومكاسب اربعه. انت ما عندكش عواطف ولا مشاعر ولا احاسيس. انت ايه يا اخي؟ انت حجر. ميرفت ايه ده؟ جرالك ايه؟ جرالي اني فقت صحيت حسيت بالعيشه اللي عايشها معاك. عايزه اتوب منك ومن حياتك. لا ده جنان رسمي. انت قاطعة انا جننتي. انا لو كنت اتجننت كنت خنتك من زمان. اي واحده مش عاقله مكاني كانت خانتك. بس انا بكره الخيانه. ميرفت طلقني عادي. انا من النهارده هاخد ابني واسيبك. عايش لوحدي لكن بكرامة. طلعني أرجوك. ألو مين؟ اصحي بقى. إيه الكسل ده؟ الساعة بقت 5 الصبح. عايزة. مش معقول. الحمد لله على السلامة. حبطت الجنان بتاعك ده بقى. حد يتكلم الفجر كده. انا قلت اصحيكي تشوفي الشمس قبل ما تطلع. طب وايه اللي رجعك بسرعه؟ عشان تعرفي ان انا ما اقدرش استغنى عنك. اشوفك بالليل ضروري. طيب الساعه 9 هكون عندك. شوف انت بقى الشمس على كيفك وسيبنا نام. مع السلامه. اهلا اهلا. الملكة تتفضل. ملكة مرة واحدة على عرش قلبي. ايه ده كله؟ ثانية واحدة. ايه ده كله؟ انت ناسي عيد ميلادك يا هانم؟ عيد ميلادي؟ كل سنة وانت طيبة. ميرسي قوي يا عزة انك افتكرت. أول مرة في حياتي حد يعمل لي عيد ميلاد. أول مرة في حياتي حد يفتكر إمتى جيت للدنيا. وهتلاقيني فاكر دايما. قد كده أنا مهمة عندك. أنت ظاهر مش عارفة قيمتك. ميرسي ميرسي قوي. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
ليه دموع يا نورة؟ ليه؟ فرحانة، مفيش دموع ولا حاجة. كل سنة وانت طيبة. عايزة لقد سرق جمالك من كل وردة جمالها حسادك. طبعا الورد ده كله من الأصدقاء. طبعا مشتي، مش عارفة أقدم لهم إيه. كتير يطلبوا بس. هما مش هيطلبوا، هياخدوا. صحتك. مش يا عز، بلاش. نورة حبيبتي، مش لازم حاجة تتغير أبدا، زي ما أنا راسم تمام. مش عاوز كاس واحد، كاس واحد يا حياتي. اتفضلي. يا حبيبتي ما ترسميش لحياتك وانتي معايا، أنا برسم لحياتنا احنا الاتنين مع بعض. تقصد ايه يا عزت؟ تصحيتك. تقصد ايه يا عزت؟ الحب اللي بيننا. النهارده اجمل ليالي، الليله حفله تتويجه، تصحيت حبنا. تصحيت حبنا. نورة، عزت بيطلب منك تكوني ملكة حبه للأبد، حب حتى الموت. جد يا عزت؟ الليلة هنرتبط ببعض، مش الليلة، دلوقتي، دلوقتي حالا. دلوقتي؟ دلوقتي يا عزت؟ ازاي؟ اي ارتباط؟ مش انت يا حبيبتي بتقولي انا ادي نفسي الواحد بحبه وما اديش نفسي الواحد لمجرد انه في ورقة بينا؟ برهاني على حبك ليا من غير مأذون، من غير شهود. نورة وعزت، ما اعترفوش بكلام فاضي زي ده. لا يا عزت، أنا بعترف بيه، أنا دلوقتي بعترف بيه. ومن إمتى؟ من زمان. مع عزت؟ أرجوك ما تهدمش اللي بنيته، أنا بحاول أكون إنسانة تانية، أنا بحاول أغير نفسي، ما تضيعنيش تاني، أرجوك يا عزت، أرجوك يا عزت. لا 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 يا عزت، لا لا يا عزت، لا يا عزت، لا. مش مع عزت، بصحتك، بصحتك. تعالي. هي دي المفاجأة يا عزت، اخطى عليك يا عزت، خيبت ظني، خلاص ضيعت كل أملي فيك.
اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. أنت نورة، أنت قمتي من سريرك ليه؟ الدكتور قال لازم تستريحي. ما أنا بقيت كويسة يا حبيبتي، أصلي لازم أنزل. تنزلي؟ أنت لسه عيانة. معلش، عشان بابا ما يتضايقش مني. أنا يا أمينة مفيش حد بيحبني. أنا بحبك أوي، وماما كمان. خليكي قاعدة معانا، هتروحي فين؟ هروح فين؟ أقول لك على سر. قولي يا طن. في ناس أصحابي وحشني قوي. حبي ليهم كان أجمل حب في الدنيا. بس أنا اللي ضيعته. عمري ما حنسى حبهم ليا. وحشني قوي. الو نورة. نورة. الو نورة. نورة.
طيب متشكر. ما عرفت اني انا. انت فاكره نسيت صوتك؟ بس انا ما لحقتش اكمل الكلمه. حرف واحد منك كفايه، نفسك كفايه. معقول انسى كل اللي كان بينا يا نور؟ دي حته مني، من عواطفي، من قلبي. دي اجمل ايام عشتها، واجمل ايام عشتها انا كمان. بحبها لاني بحبك، وبكرهها لاني كرهت نفسي اللي عشتها معاك غلط. ضيعنا كل السعاده. ليه عملتي فيا كده؟ هنتعاتب يا منير ونقول مين اللي عمل. انا ما جيتش عشان كده، انا جيت بس عشان اقول بدموعي وندمي لكل ركن في البيت ده، لكل شبر منه، الوداع. جيت اودع حبنا اللي ما عرفناش نحافظ عليه. جيتي دلوقتي بس النهارده؟ انا كل ما كنت بشتاقلك كنت باجي هنا، كنت بقول يمكن الاقيكي، لكن ما كنتش بلاقي غير ذكريات. كنت بحس بيكي في كل ركن من البيت، بحبك، بروحك. ودلوقتي انا مش مصدق اني ممكن اخدك في حضني واقول اني اسعد واحد في الدنيا. يا حبيبتي. لا يا منير، احنا اتقابلنا عشان نفترق. أنا فين وأنت فين دلوقتي؟ صحيح أنا لمست إيدك ووشك وشعرك، لكن أنت مش أنت وأنا مش أنا. بعد دقايق أنت هتكون في بيتك مع واحدة تانية، وأنا أنا عارفة هكون فين. نورة، في واحد تاني في حياتك؟ لا مفيش، مفيش حد بعدك، ملقتش حد زيك. انت يا منير لا قبلك ولا بعدك. انت حب كبير ضيعته. انا لازم امشي. خلاص مش هشوفك تاني.
في امل. ها يا منير، في امل. سكت ليه؟ شفت انه مفيش امل. اشوف وشك بخير. نورة، انت رحتي فين يا حبيبتي؟ اهلا يا نورة، في حاجة؟ ليه ما حاولتش تعلمني؟ بدل ما تتضايق مني وتطردني من بيتك كل مرة، مش هي دي رسالتك؟ علم. دلوقتي الحمد لله. الله، لايق عليكي قوي. بصي في المرايه